هو ما كانش في افريقيا ولا حاجه. صح يا كابتن. بص يا كابتن عادل، لا 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 مش المصري انت حاولت كابتن، المصري انت عملت هجمات اكتر، انت النهارده ما عملتش حاجه، خسرت برضه في المصري 1-0 وما كانش في افريقيا وما كانش في اي حاجه. بص خلينا نعترف ان انت المباريات المصري ومباراه النهارده دي انت افتقدت فيها شخصيه النادي الاهلي. صح. تمام. السيطره، الاستحواذ، الضغط على الخصم، الحاجات اللي انت معروف بيها كنادي اهلي. طب انا جبت السبب بتاع النهارده، هات لي سبب المصري. ما انا بقول لك اهو يا كابتن. لا يعني انا جبت سبب النهارده، قلت لك الرجوع من افريقيا واحنا كابتن انا من وجهه نظري. لا انا بصراحه خليني ده وجهه نظري، هات لي بقى سبب انك انت خسرت مباراه المصري. ما انا بقول لك ايه هو، انا نفس الموضوع يا كابتن. لا ايه هو، انا نفس الموضوع. انت انا وجهه نظري دي افتقادك لشخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني يا كابتن مش كل احنا كل مباراه افتقاد الشخصيه، ما بتبقاش في مباراه يعني يا كابتن. لحظه ما طب وبعدين توصل خسرت من المصري وبعدين توصل قبل نهائي افريقيا. لحظه واحده، طب ما دي انا لما باجي انا اقوى المصري ولا الرجاء في انا دلوقتي دي المره الثالثه. بص يا كابتن بلال، دي المره الثالثه على التوالي، على التوالي اللي لم ينجح فيها مستر بيسو موسيماني في فك شفر الدفاعات طلائع الجيش. السنه اللي فاتت برضه هم اللي خرجونا من البطوله، من كاس كسبوا الكاس، تعادلوا معانا 0-0، تعادلوا معانا في الدوري، في الدوري العام هم اللي خسروا وكسبوا السوبر. واحنا صح، واحنا صح، ما قدرناش ان احنا نخترق الدفاعات صح دي. فهل صح، هل في مشكله في تعامل مستر موسيماني مع الفرق اللي بتلعب بتكتلات دفاعيه في نص ملعبها؟ ما هو طب الحلول ايه؟ ما كل الفرق بتلعبك كده يا كابتن، كل الفرق بتلعبك كده. هات لي فرقه بتهاجمك، كل الفرق وانت بتنجح تكسبها يا كابتن. ما هو لازم يكون في حلول يا كابتن. يا كابتن انت بتنجح انك تكسب الفرق دي وبتاخد بطولات وبتكسب وعندك ابنات كتير، وده النادي الاهلي. كل الفرق بتيجي تلعبك مدافعين، لكن انا لما يجي اخسر بنتين النهارده واخسر المصري، ما تقوليش شخصيه النادي الاهلي راحت، لان في المصري انت خسرت. انا بقولش لا، انا اتكلم على كلمه بلال اللي قالها. انا بكلمك لحظة. في الماتش ده انا عارف الماتش، لكن بكلم. ترجع بعديها توصل قبل نهائي افريقيا، وبعدين ترجع بعد نهائي افريقيا، يعني دي معنى كابتن. كابتن عادل احنا متعادلين مع رجاء، كابتن متعادلين مع رجاء يعني احنا ما كسبناش هناك. انت كسبت هنا كابتن، انت متعادل هناك 1-1. طيب. طب تمام، استاذنكم كابتن بلال، بس الموضوع ده يعني موضوع يعني مهم جدا. ماشي. عشان تقول الكلام ده كابتن عادل لازم يبقى انت مثلا فاكك، مثلا عملت ماتش عالمي عبقري، تمام، فخدت بطوله، ماشي الكلام ده بنعذر. ما انت انت وصولك قبل النهائي، دي بطوله، ده انجاز للاهلي يا كابتن، مش انجاز الاهلي، رايح للانجاز. لكن انا يا كابتن عايز اقول لك حاجه، انا مش معاك. عايز اقول لك حاجه، خلينا يا كابتن عادل، خلينا يا كابتن عادل، خلينا يا كابتن عادل، لو سمحت.